السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأصدقائي ومتابعيني، أسعد الله أوقاتكم بالعالم العربي وبالكرة الأرضية كلها. حبايب قلبي، بشكركم كتير 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 على متابعتكم إلي ودعمكم المستمر إلي، شكرا كتير. يعني عن جد أنتم عطيتوني الحمد لله رب العالمين اندفاع أكثر إني أشتغل أكثر وأعملكم، ويعني أعملكم قد ما بقدر فيديوهات عن طريق خبرتي إن شاء الله تعالى، مشان أنتم تستفادوا وانا كمان بنفس الوقت كون ان شاء الله تعالى وصلت لكم رسالتي كيف بدنا نربي الببغاوات بشكل ممتاز وسليم. حبايب قلبي، موضوع حلقتنا اليوم، جبنا اليوم اليالو ناب كتير حلو ورائع، بسم الله ما شاء الله. هذا اليالو ناب عمره هلا 8 شهور تمام، وهو ترباية قفص، ما بحاجة لترويض لانه رائع جدا الببغاء، فقط يعني روتوشات خفيفة اللي هي مثلا هو شوي صغيره بخاف من حدا يحط ايده على راسه تمام، هي باذن الله بنتخطاها سهله جدا، يعني حتى ان شاء الله تعالى حتى للكفوف ما في داعي البسها لانه تربايه قفص تمام، يعني فينا نعتبره ثلاث ارباع اليف، مع انه شوي صغيره بخاف من الايد تمام. اليوم خلينا نحكي عن اليالو ناب وبالذات يعني انه عن الامازوني تمام. الامازونيات تصنفوا ثلاث انواع تمام. خلينا نبدأ برقم ثلاثة، نبدأ بالعكس يعني برقم ثلاثة تمام، بعدين بالتدريج للأول. رقم ثلاثة البلو فرونتيد، الأمازوني البلو فرونتيد إخواتي وكلياتنا بنعرفه وشفتوه عندي بالفيديوهات، نحن بنعده كمان حتى العلماء الكبار كتير بيعدوه من الدرجة الثالثة بالنسبة للأمازونيات. البلو فرونتيد بيحفظ كلام وبيحكي ولكن صوته شوي واطي تمام، خفيف يعني مو بصوت عالي بيحكي تمام، بنفس الوقت عنده شوية هيك حركات حلوة وتهريج إلى آخره. نجي لرقم اثنين اليلو هيد، اليلو هيد العادي أو دبل يلو هيد، كمان اليلو هيد بيمتاز عن بلو فرونتيد إنه شوي أكثر منه في عنده حيوية وطاقة وبيحب يفرغها بالرقص وباللعب وبالحركات الحلوة وبيحفظ أكثر من البلو فرونتيد. خلينا نجي على رقم واحد هلا، رقم واحد اللي هو اليالو ناب، وبالنسبة إلي سيد الببغاوات الأمازونية. ليش؟ بذكاء، بنطقه الحلو، سرعة البديهة عنده غير شكل، يعني فورا بيلقط كلامه ما شاء الله وبيحفظ جمل. بالنسبة لليالو ناب، بما إنه هذا اللي عندي لساته فرق وعمره 8 شهور يعني فايت على 9 شهور، ما فينا نحدد هلا من شكله الخارجي ان كان ذكر ام انثى، ولكن انا على طول بقول لكم اياها فينا نستعملها لجميع انواع الطيور. البعض من الناس بيقول لك بدي تحليل دي ان اي انا لا اعرف ذكر من انثى، طب والله والله العظيم هي شغله جدا سهله، يعني بخلقة الله مبينه. من بعد التسع شهور فينا نحن بايدنا نعمل له فحص بمكان بين الاجرتين، يعني الله يعزكم عند منطقة الإخراج، بنحط إصبعتنا هيك بهذا الشكل، إذا كان العظمتين تبع الحوض عند الأنثى مفتوحين وفي فرق يعني نص الإصبع هذا أو إصبع فهي أنثى، وإذا كانوا هيك ملزوقين ببعض فهذا ذكر تمام. وقت بيكون مفتوح شوي طبعا سبحان الله مشان البيض، يعني بيكون الحوض عريض والفرق بالرجلين بيكون أعرض عند الأنثى تمام، يعني ما في داعي لا تحليل دي إن إيه ولا لغيره، لأنه هي رب العالمين خالقها أكبر دليل لنفرق بين الذكر والأنثى. وبالنسبة لليالو ناب بصير معه حالة سبحان الله تعالى عند الذكور من عمر الأربع شهور لفترة عمر السنة، فبيمروا بمرحلة اسمها الخداع الهرموني تمام، اللي بيحس حاله انه صار مثلا هو بالغ وصار قادر على الزواج وبتتغير نفسيته، وممكن بيقول لك انا وربيته على ايدي وطعميته وعم يعضني وعم يعذبني وكذا الى اخره، فهذا تغيير الهرمونات بجسمه هي اسمها الحالة الخداعية بتغيير الهرمونات انه عم يصير بالغ. هي واحد. اثنين بالنسبة لليالو ناب بيعيش من 50 لـ60 سنة تمام بشكل وسط، وبيعيش من 70 سنة لـ90 سنة في حال اذا اعتنينا فيه بشكل ممتاز جدا تمام. واللي بيميزه أكثر من هيك سبحان الله الأمازوني له ريحة تم كتير حلوة، يعني ما بتحسوها إلا هيك سبحان الله، يعني عطر جميل جدا، هي كمان ميزة فيه كتير حلوة. وإن شاء الله تعالى بإذن الله بكون أنا أعطيتكم معلومات الكافية عن اليالو ناب،
وإن شاء الله عز وجل بشوفكم بحلقات جديدة بإذن الله عز وجل. باللي مو مشترك بالقناة يا ريت يشترك بالقناة، توصية مني مشان تستفاد أنت إن شاء الله تعالى، وتابعوني على طول، وبترككم بأمان الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.